الحدث السوري اليوم في نيويورك، حيث وضع وسيط الأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا كوفي أنان نتائج مهمته في عهدة مجلس الأمن، مؤكدا مرة جديدة أن خطته هي الفرصة الأخيرة قبل الحرب الأهلية في سوريا، ومهمته ليست فرصة مفتوحة إلى ما لا نهاية. وفيما أعلن أن النظام خفف من استعمال الأسلحة الثقيلة، أكد تكثيف موجة الاعتقالات، وأشار دبلوماسيون إلى أن أنان أبدأ قلقه من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 11,000 شخص، بينهم 331 بعد إعلان وقف النار وفق المرصد السوري. سباق مع الزمن، تعبير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي كان حذر أيضا من اندلاع حرب أهلية في سوريا. وفي ظل غليان الملف السوري دوليا، يزور وفد من المعارضة السورية الصين. رئيس المجلس الوطني برهان غليون التقى وزير الخارجية الصينية بهدف تليين موقف بيجينغ في مجلس الأمن. بدوره طلب رئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغان الأمم المتحدة بتعزيز مهمة المراقبين وزيادة عددهم، مشيرا من روما في المقابل إلى أنه فقد كل أمل تجاه سلطات سوريا. في هذه الأجواء تقوم بعثة المراقبين بزيارة ضواحي العاصمة دمشق في طريقها إلى حمص المنكوبة. مزيد من القتلى، بينهم امرأة برصاص الأمن في عدد من المناطق، وخصوصا في إدلب إثر إطلاق قذائف من قبل عناصر النظام.